صح شيف راني نقص، يعطيك الصحة. ننصح كامل السيدات أنهم يحضروا على اليوم الفطار، فقط ذكرينا بلا كريم تاع التحلية تاعنا. اوكي، درت اون كريم باتيسيير وشوكولا. واش درت فيها؟ درت فيها نص ريتلة تاع الحليب في كاسرونة فوق النار تغلي. اوكي، ونطفي عليها. من بعد راح نخلط في ان بول ولا ريسيبيون كبير، ندير 3 صفار بيض، 100 غرام سكر للي ما يحبش حلو بزاف، انا ما نحبش نحلي بزاف، اللي يحب كثر يقدر يزيد كثر. اذا 3 صفار زائد 100 غرام تاع سكر زائد مغرفه تاع لافاني زائد 50 غرام تاع مايزينا. راح نحرك البيض والسكر ولا مايزينا بانفوي مانويل ونفرغ عليهم هذاك الحليب سخون. نحركوا شويه، نزيد نفرغ كامل الكاسرونه فوق هذاك الخليط، ونعاود نرجع الكاسرونه فوق النار ونحرك حتى تعقد. كي تعقد اغفر، يعني من بعد ما نحيها من النار راح نزيد لها 50 غرام تاع الزبده ونزيد لها قطعه تاع شوكولا. انا زدت حوالي 50 ولا 60 غرام شوكولا. اوكي، غير تحركيها باسكو لا كريم باتيسيير سخونه. هذيك الشوكولا نشوف المقادير يعني على الشاشه ثاني. يعني نعم، راح تذوب هذيك الشوكولا. من بعد يفرغوها في ان ريسيبيون واحد اخر، كيما نقولوا حنايا نديروا ان كونتاكت اوفين، نغطيوها ونخلوها تبرد. اوكي، بوشادو. من بعد احنا نعمروا لي شو ديالنا. وكيفاش يعني راه نعمروا وحده هكذا ونطلبوا من حكيم انه يورينا الوغ الخطوات كامل. نفتحها هكذا. شوفوا باش تعرفوها ناجحه راح تكون هكذا فارغه. فوالا، عمرينا وحده. بسم الله، فوالا هكذا. وراح نغلقوا عليها يعطيك الصحه بهذا الشكل، ونرشوا عليها شويه سكر غلاس ونقدموها ان شاء الله. وكانت هاتي هي تحليتنا لنهار اليوم، طريقه تحضيرها. وان شاء الله كامل السيدات اللي راكم تشوفوا فينا دونتوا المقادير، جربوها لما لا، وراسلونا على صفحتنا على السوشيال ميديا بيان سور. نقطه برك نقولها لهم، انهم ما يفرسوهمش ويخليوهم مده طويله، لان لاباط راح تدبال. يعني غير نخرجوهم من الفوق؟ لا لا، يبردوا. لا كريم باتيسيير لكن نعمروهم عند التقديم، باسكو لو كان نعمروها من قبل راح يتبالوا. كيما يعني احنا نقدروا، يعني غير اللي راح نقدموهم فقط اللي نعمروهم. نعم، وكي نحتاجوا هي رايحه. فوالا هكذا، يعني ماهمش راح يخسروا صف اذا درنا لهم. اللي يحبها كروستيونت، اما اللي يحبوا مدبال يقدر يعمروا، ما كاش مشكل. اوكي، يعطيك الصحة شيف. واكيد الحين نشوفوا الشكل النهائي، ولكن قبل من ذلك الحين نتوقفوا مع محطتنا الثقافية واخر الاخبار الفنية مع محمد موفق لو في الصالون وفي لاطابل مع سارة. راح بعد الفاصل، نستقبله بعد الفاصل. يلا.